من أهم العناصر اللي بتنجح أي فيلم أو مسلسل مش بس الصورة والسكريبت والتمثيل، لا، في عنصر مهم جدا وكلنا بنلاحظه وبنهتم بيه قوي، وهو الديكور. الديكور أو مكان التصوير اللي بيخلينا نصدق فيلم عن فيلم ومسلسل، وتحس إن أنا مش مصدق إن ده متصور في الزمن ده، وبيتعرف على زمن كامل من بس الديكور ده. ومن الفنانين والمبدعين طبعا في مجال الديكور مهندس الديكور أحمد فايز اللي منورنا النهارده. إزي حضرتك يا باشمهندس؟ والله يعني منورنا، والسنه دي كان فيها نجاحات كتيره قوي الحمد لله. اخرها لسه في تكريم من فتره قريبه جدا على فيلم كمان بيت الروب. الحمد لله. احكي لي بقى حكايتك مع الديكور. حكايتي مع الديكور اللي انا ابتديت 2013، اول حاجه عملتها كان افلام مستقله، ابتديت بفيلم اسمه القط، بعد كده ورد مسموم وعلي مازه، سافر مهرجانات كتير، وبعدين ابتديت اخش المسلسلات واعرف عليها واحده واحده كده. فكنت بعمل مسلسل زمان اسمه سيره حب، وبعدين ابتديت حاله عشق ووعد في نفس الكاتيجوري بتاع الاجتماعي كده، وبعدين دخلت كلبش في صراع الاكشن. دخلت في حته جديده بقى دي، ومن كلبش افتكر كمان فتح لك سكك كتيره بعدها في الاكشن بقى. في الاكشن بالظبط. بس كنت بالتوازي بعمل حاجات جنبي، يعني عملت مثلا سوق الجمعه، ده كنا بنين سوق الجمعه في استوديو مصر مع استاذ سامح عبد العزيز، وكنا وعملت في نفس السنه 122، كان اول تجربه رعب و4 دي. وبعدين احنا خلصنا ده، دخلنا كازابلانكا، ابتدت رحله ضخمه كمان جدا، وكانت فيرجناته مختلفة كمان عن أي حاجة تانية. كنا المغرب، رحنا صورنا الشوارع هناك والأكشن بالمطاردات في الشوارع، وكل الداخلي بالنايت كلاب بالحاجات كلها كانت في مصر هنا. كل معظم كازابلانكا 90% منه مبني هنا في مصر. أنت دايماً بيبقى عندك حركة كده، إن أنت بتبعتنا الحتة وأنت بتصور هنا عادي. أيوه. وهنرجع هنوصل لها في الحشاشين، بس أنت إيه، بنفتكر إن المسلسل كله متصور أو الفيلم كله متصور بره، وانت بتبقى الداخلي ظبطه بشكل ان احنا ما ناخدش بالنا. الحمد لله. بتذاكر تفاصيل الحته اللي انت بتتعامل معاها. وبعد كده بعد كازابلانكا؟ بعد كده دخلنا في الاختيار. اختيار كانت طريق لوحده في المسلسلات، ما كنتش باخد حاجه جنبه. بس جينا بالتوازي معاه، كنا عملنا من اجل زيكو، عملنا موسى، كانت تجربه خيال علمي. اول هيرو كده. وبعدين عملت جنبه مسلسلات، كان في حاجه اسمها مجنونه بيك، ده كان اول ميوزيكال اللي حتى اتعمل، بعد كده سكر، بعدينا كانت لسه تجربه في اولها خالص، وبعدين عملت ستات المعادي، ده كان مختلف كمان قوي، عشان ده يعني بيت واحد، مش مكان بيتغير وشوارع، لا، انت جوه بيت، والمفروض نفس البيت ده بنفس معماره تشوفه في ثلاث فترات زمنيه. فانت كان عندي ستينات، وبعدين ثمانينات، وبعدين الفينات، خارجي وداخلي فيه، فهو اغلب المسلسل كان في الحته دي. وبعدين دخلنا بقى في بعد كده مشاريع بيت الروبي، و بس مش عايز انسى حاجات يعني. بصوا، اعمال كتير مش لازم تقولهم كلهم، بس هي طبعا اعمال. بعد كده دخلت في التاريخ، انا اول ما جاني التاريخي الفكره كلها التاريخ القديم، يعني التاريخ الجديد احنا بنعمله جنب الحاجات طول الوقت، اللي هي العصر الحديث اللي هي من 1900 بدايه 1900 لحد دلوقتي، ده بيمر علينا، لكن التاريخ القديم قوي تجاربه صغيره. ودايما كان صغير. بيبقى فيه خضه، ما تعتبرش صغيره، لا، تجاربه صغيره في عدده، عدد انتاجه، عدد انتاجه. فدايما بتحس اللي فيه الناس كاشين، كل العناصر يعني كاشين يعملوا حاجه بالحجم ده. فعشان الجمهور مش متعود على التاريخي، بينفر منه، مش فاهمين هينجح ولا يخسر، تكلفته كبيره جدا. اما ده جه الفكره بتاعت نفس السنه الحشاشين والف ليله وليله، انا ما كنتش عارف ارفض ولا اقبل مين ولا اعمل ايه ولا اغامر واخش، لاني انا الف ليله وليله مثلا قصه انا عايش معاها من وانا صغير، من زمان، واتفرجت عليها وشفت، لا، وكان عندي كمان نسخه قديمه بتاعت والدي، قديمه جدا، كنت متاثر بيها جدا وانا صغير، بقراها كتير. وبعدين اما فهمت ان ليها نسخ تانية، فوصلت لحوالي 11 13 نسخه قرايه، وبقيت اعمل فيها مقارنات من كتر انا ما ده انت اصلا يعني في الف ليله وليله مذاكره عاديه، لان الف ليله هي اللي اخترعت السينما اللي احنا عايشين عليها دلوقتي. يعني هي فكره، معظم القصص، معظم الحواديت بتبقى هي فكره ازاي اقعدك لبكره، يعني فكره المسلسل اصلا جت من 1000 سنه في الف ليله وليله، ازاي انا اخليك تقعد تستناني بكره، ما دي ما كانش حد يعرفها، يعني كل الناس متعودين يحكوا لبعض حدوته وخلاص، لكن انا ازاي اخليك تستنى بكره دي في عالم سحري زي ده. ف
فانا كنت لان انا كمان كنت عندي اقتناع الالف الاولى اللي فيها 60% حقيقي 40% خيال، مش زي ما الناس بتقول. يعني الحقيقه بتاعتها عشان يوصف اللي كان بيحصل له كتير فيها. هل هي بتبقى اسهل فكره ان هي فيها مساحه للفانتازيا، فالفانتازيا دي انت عندك مساحه ان انت مفيش بقى زمن معين أكتر. وتفاصيل معينه، فانا ممكن اعمل حاجات افكر براحتي شويه، افكر اكتر بالظبط. غير لما مثلا لما عملت غير لما تبقى مثلا انت لازم تجيب تفاصيل بقى من كتب التاريخ. بالظبط بالظبط. بس هي في حاجه في الحشاشين احنا يعني واصريت ان احنا ما نبقاش عاملين ان احنا بنعمل دوكيومنتري، اللي انت بتحسش الحاجه ناشفه وانت كانك بتصور في شارع المعز دوكيومنتري عن احمد ابن طولون. انا مش عايز اعمل كده. فكان يعني لازم نفرق ما بين السينما يعني الدراما عامه والدوكيومنتري الحقيقي، ان انا عايز اطلع شخصيات بتتنفس وعايز ارجع للزمن ده فتشوف تفاصيل روح بني ادمين، فعايز ذكر البني ادمين. فالبني ادمين دي عايز ازرع لهم حاجات في الخلفيه، عايز احط كلام يدل على الشخصيات، عايز احط الوان تقول لي شخصيات حاجه، عايز ازود حته في الموتيفات شويه تقول لك الحته اللي بيحصل فيها ايه، عايز الشوارع اقسمها بطريقه حتى لو هي مثلا كده انا الفها شويه عشان يبقى فيه في الكتل. لان انت عندك الفريم بتاع السينما عشان يبقى مبهر هو ليه دراسات كتير قوي، ليه دراسات في التكوين وليه دراسات في الالوان وليه دراسات في البني ادمين البوزيشن بتاعهم بيقفوا فين في الكادر، فليه عناصر وغير الاضاءه كتيره بالصوره والاضاءه عشان انت تستريح وعشان تحس بالشخصيه ودرامتها. طب انت بتذاكر ازاي؟ يعني انت جالك مسلسل مثلا النهارده زي الحشاشين، يعني مسلسل الحشاشين اول حاجه عملتها ايه؟ بتبتدي مثلا تقرا المسلسل كله؟ انا بقرا الشخصيه الاول اللي هي يعني بنقرا. انا خلاص مسلسل بيجي لك ده لازم اول حاجه تقريه، فبتتعرف ايه المسلسل ده. اما تعرف المسلسل وتخش في احداثه بتسيبه تبتدي تاخد الشخصيات الاساسيه اللي فيه اللي ليهم مرجع في التاريخ. من غير ما اشوف ديكور ليهم لازم اقراهم هم مين دول الاول. شخصيات مش دي. القصه ولا اللي القصه خلاص انا جات لي في السيناريو. انا عايز اعرف الحقبه دي بتقول ايه في الكتب او الناس اللي اتكلمت عن الناس دي. فمسكت بقى مثلا فتمسك تفاصيل، يعني تمسك عمر الخيام تقرا فيه شويه، تمسك حسن الصباح تقرا فيه شويه، تمسك الفتره بتاعت السلاجقه دي تقعد تسرش عنها وتقرا فيها شويه. اماكن كتيره قوي ما بين مش عارف اصفهان وما بين قلعه ألموت، اماكن كتيره مختلفه وبلاد كتيره قوي شفنا وعيبها اللي هي الفترات دي كانت يعني قريبه من بعض في الاسواق قريبه من بعض خصوصا المسلمين في الدايره دي بتبقى قريبه من بعض في الفيجوال. المعمار مختلف لكن انت بتحسه اللي هو قريب. فانا كان نفسي اما تيجي تروح الفاطمي تميزه جدا، ولما تيجي تروح اصفهان تميزها جدا، ولما تيجي تروح القلعه بحالتها تطلع خارجي تبقى انت عندك عينيك شبعانه لكل حضاره او كل حقبه، انت عارف تشوف اختلافها، عارف تشوف المشكله اللي فيها، عارف تشوف كمان على مصر القديمه بالظبط. دي برضو اعتقد كانت برضو صعبه الفاطميين. ايوه بالظبط. فانت بتذاكر قريت الشخصيات، فهمت كل شخصيه وزمانها وكانت عايشه فين، عمر خان جاي منين وده جاي منين وبيتقابلوا فين. دراما بالظبط كده. بعد كده المرحله اللي بعدها بيبقى شغل بقى مع المخرج اكتر ولا بيبقى احنا كده كده اول حاجه بتقعد مع المخرج هو المخرج وبعدين بتقعد مع المؤلف برضه يديك هو بيفكر ازاي، وبتقعد مع المخرج بقى نحط رؤيه، نقعد نفكر كتير في هنسوقها ازاي، هنفكر فيها ازاي، هنعمل لها خطه ازاي. طبعا انا هشوفها كمان كتيره بتكبر الديكورات المودرن ومظبوط مليون في المية. يعني ممكن يبقى مثلا ودي ميزتنا كان في العصر اللي احنا عايشينه بصراحه على اللي قبلينا. يعني انت ديكورك مهما كان كبير هو بيبقى اكبر بكتير بسبب الجرافيك. تفاصيله بتكتر، حلاوته بتبان، عايز تحط اي حاجه في خيالك تقدر تدعم، لان يعني انت بقى عندك عنصر ورا يقدر يكبرك. انت كنت زمان مثلا ايام الفتره اللي ما كانش فيها جرافيك زي الافلام بتاعت وائل سلامه والحاجات بتاعت الله يرحمه شادي عبد السلام العبقري، هي بس مشكله اللي هو بتشوف ديكوره فقط، انت مش قادر تحط ديكورات. طب انت أكبر. الاماكن اللي هي بيبقى فيها زي الجرافيك او الفي اف اكس او كده انت اللي بتصممها برضو علشان تاخد من بندخل مع بعض مليون في المية، لان هو مش هيقدر يحط تصميم الا لما يرجع للمعمار الاساسي اللي انا بنيه. ما يقدرش يعني لازم الخطه كلها تتحط عندي وبعدين انا اقول له هبني الجزء ده وانت هتقدر تعمل في ظهري الجزء ده، فهو بقى بيمسك الجزء ده وبيذاكر برضو وبيكمل عليه يعني. بس الفكره كلها في تكامل لازم عشان ما اعملش حاجه غير ما نبقاش معاكسين بعض لا في الالوان ولا في الكتل ولا مثلا عايز القصر هنا لا انا عايزه في النص لما اشوفه في وطبعا المخرج معانا يعني انت لازم مع بعض طول الوقت. اشتغلت كتير مع مخرج كبير طبعا دكتور بيتر ميمي، احكي لي عن الشغل معاه بيختلف ازاي عن مخرجين تانيين. بيتر كان ميزتنا احنا ابتدينا في سن صغير مع بعض بقالنا فتره، كيمياء بسرعه بقينا اصحاب،
فبقيت هو بنفهم بعض بسهولة مش محتاجين هدك، وهو قائد شاطر بيعرف يدي الناس مساحتها، بيعرف يخليها تفكر، بيعرف يخليها تتحرك وبيدعمها، وبتبقى عارف اللي هو هيجي على الأرض لما يجي يصور مش هيبوظ لك شغلك، لأن الحتة دي هتروح تنجح، الحتة دي هتروح تنور. انت والمخرج تبقوا فاهمين بعض قوي، مهم جدا، أهم حاجة دي، أهم حاجة. عملتوا مع بعض نجاحات كبيرة قوي يعني، الحمد لله، موسى وزيكو وبيتر روبي و... الحمد لله، وكلبش والاختيار والحشاشين كمان بالذات، أيوة حاجات نجاحات كبيرة جدا. دي حقيقة، الحمد بيتر روبي كان يعني كان محقق أعلى أرقام إرادية. بس ديكور بيتر روبي يعني حضرتك اتكرمت عليه كتير، خدت جوائز، بس هو ديكور سهل. ديكور سهل؟ ديكور سيمبل، مع ذلك ملفت جدا. هقول لحضرتك حاجة، هي بس كان أنا عندي كان كذا تحدي. أنا عايز أروح أبني الحتة بتاعت كريم عبد العزيز في سينا، وعايز اديها طابع تحس ان انت عايز تعيش زي الراجل ده. فاحنا عشان كده كنت لازم اخد شويه من غربي وشويه من هنا، عشان انت حلمك تبقى قاعد في الروقان ده، عشان لما تيجي تخش مصر تشوف العكه. واما كان في كريم محمود العزيز فهو شغلته كوافير، فلازم ليه لمسه في البيت بتقول ذوقه. فانا كان عندي لازم بيته ده يتدار بفكرته، وفي نفس الوقت ما تتضايقش منه قوي لان هو برضه عنده ذوق. وبعدين لما نطلع بقى للعكه بتاع البلد زي السجل المدني برضو ده كنا عاملينه، والشوارع، الافراح والحاجات دي، ازاي تديها الزحمه. انت اديت كل مكان روحه قوي بالزبط. ويمكن ده كمان يعني اقول لحضرتك، احنا الشارع بتاع الفينال ده مبني بالكامل، احنا واخدينه خدنا في عماد الدين في المدينه وغيرناه كله واتشغلنا عليه. يعني صراحه كان جرأة من المنتجين، ايوه، وعشان مشهد يعني